كيما يقول لك توستو تكلت على الله والحمد لله وان شاء الله نجيبوه ان شاء الله يا ربي بالتوفيق ان شاء الله. معنا مترشح اخر. صباح الخير. صباح الخير. صحيت خويا. صافا كان امتحان لاباس، الاسئله ما كانوا صعب بزاف، وحنا خيرنا بيان سون خيرو سوجي ساهل باش نقدروا نخدموا شويه، ونورمالمون الدوزيام سوجي كان ساهل على البرومي، خيرت الدوزيام سوجي وان شاء الله فيها خير، وان شاء الله الشاب قاعد يخدم وان شاء الله قاعد يجيبوا الباك. يا كالم ما كاش الحس، كلش بيان صافا. أسئلة كانت في متناول الجميع نورمالمون، اللي قرا له يجيبو، اللي ما قراش كان ريفيزا شوية برك نورمالمون يقدر يجاوب على الأسئلة. إن شاء الله. بالتوفيق لكم. إذا المشاهدين الكرام كانت هذه آراء بعض الطلبة الأوائل الذين أنهوا الامتحان الأول في مادة الأدب العربي. سنوافيكم بتفاصيل أكثر في مواجزنا الإخبارية. شكرا لك زميلي كمال. عودة إلى الاستوديو. نعم، شكرا جزيلا لك زميلي كمال جفال. إذا كانت هذه أولى الانطباعات التي وصلتنا حول الأسئلة وحول سير الامتحان. إذا أبدوا جلهم ارتياحا لطبيعة الأسئلة وكذا لسير الامتحان. للإشارة، المادة الثانية التي سيمتحنون فيها هي مادة العلوم الإسلامية. مشاهدينا فين هو في الاستماع، نترككم معنا. ما زلنا في ثانوية الإدريسي بالجزائر الوسطى، ما زال يحضر معنا بعض المترشحين لاجتياز هذا الامتحان. صباح الخير الأخت. صباح الخير. كيفاش كان يعني أول امتحان شهادة البكالوريا في الأدب العربي؟ كان سهل ماشي صعب ومفهوم، وطلقنا على كامل الإجابات تقريبا. المواضيع، أي موضوع يعني كان اختياري سهل بالنسبة لك انت؟ اخترت الموضوع الثاني، كان سهل الموضوع الثاني. الموضوع الأول كان سهل بصح أنا حبيت ندير الموضوع الثاني. شكرا لك، بالتوفيق. معنا مترشح آخر هنا. صباح الخير الأخ. كيفاش كان أول امتحان بالنسبة لك في شهادة البكالوريا؟ نورمال، انتيك شغل سهل شوية، متناول الجميع، وشغل اللي قرا يقدر يحلو، اللي ما قراش يقدر يحلو. كيفاش كانت الاجواء داخل القاعه؟ يعني كان هناك نورمال، الاساتذه كانوا معنا انتيك عاقلين عاونونا انتيك، لاباس الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله. مترشحه اخرى لنيل هذه الشهاده تحضر معنا الان. صباح الخير. كان نورمال سهل مفهوم، انا خيرت الموضوع الاول شعر، كان سهل شغل قريناه في المسيد سهل، ان شاء الله برك التصحيح يكون ملاح ان شاء الله. وجو الامتحان يعني داخل القاعه كيفاش كان؟ نورمال، ما كاش ضغط ولا نورمال، كل واحد يجوز يشوف ورقته نورمال. كيفاش رايحين تحضروا يعني الماده الثانيه وهي الشريعه؟ الماده الثانيه قانون. ان شاء الله يكون سهل، بس ماده احفاظ ان شاء الله ما ننسى والو. شكرا لك. بالتوفيق الأخت. إذا كان معنا بعض المترشحين لاجتياز هذا الامتحان. سنوافيكم بكل ما يكون جديد عندنا. عودة إلى الاستوديو. نعم، شكرا جزيلا لك زميلي كمال. إذا تحضروا معنا هنا سيدة حمانة. تحضر معنا هنا حمانة سومية، رئيسة مكتب الإجراء بثانوية الإدريسي بالجزائر الوسطى. صباح الخير سيدتي. أهلا وسهلا سيدي. هو مركز إجراء، مركز إجراء ثانوية الإدريسي بساحة أول ماي تابعة للجزائر وسط. نرحب بكم. كيف كانت يعني عملية الامتحانات؟ كيف سارت يعني من ناحية الظروف التنظيمية؟ ما هو في الحقيقة كل الشروط الضرورية قد وفرت لكي تكون هذه الامتحانات في ظروف عادية. التحق المترشحون صبيحة هذا اليوم بالقاعات المبرمجة وشرفتنا السيدة الوزيرة، وزيرة القطاع. كان فرح، كان في الافتتاحية نعم من هذه المؤسسة، ولاحظنا الفرح لدى المترشحين. والفرح الثاني اللي رانا نشاهدوه الآن هو أظن خاص بالمواضيع الأدب العربي، بحيث المترشحين راهم يخرجوا من الأقسام ويقولوا أن المواضيع كانت في متناول الجميع. هذا المركز كم من مترشح يعني يجتازوا الامتحان هنا؟
الخصوصية هذا المركز هو مركز به شعبتين، شعبة تسيير واقتصاد بمجموع 303 مترشح، وشعبة الرياضيات بمجموع 141 مترشح. يعني 8 لجان بالنسبة لتسيير اقتصاد ولجان بكون بذلك المجموع 40 مترشح. امتحان ظروف جيدة، لم تكن هناك يعني إغماءات ولا غيابات؟ لم نسجل أي مشكل إلى حد الآن والحمد لله. بالنسبة للأساتذة يعني الحراس يعني كانوا متساهلين مع طلبة يعني باش يجتازوا الامتحان يعني بشكل جيد؟ كيفاش متساهلين؟ يعني وفروا لهم يعني كل الظروف اللازمة. الجانب النفسي طبعا، الاستقبال كان حسن من طرف الزملاء الأساتذة ونحييهم بالمناسبة. حق أيضا لم نسجل غيابات من طرف الزملاء ما عدا حالة مرضية خليناها في الاحتياط. نظن أنا متفائلة بالنسبة اليوم الأول، متفائلة إن شاء الله. شكرا لك سيدتي على هذا التدخل. يعني كانت معنا السيدة حمانة سومية رئيسة مركز الإجراء هنا بثانوية الإدريسية. نعم، شكرا جزيلا لك زميلي كمال. شكرا جزيلا لك زميلي كمال. إذن كانت رفقته السيدة حمانة سومية رئيس مركز الإجراء بثانوية الإدريسي. إذن ما لفت انتباهي هو الأمطار المتساقطة بفناء المؤسسة، حيث كنا قد نوهنا بالأمس بالاضطراب الجوي الذي سيدوم يومين أو سيمس المناطق الشمالية خلال الأولى أيام الامتحان، امتحان البكالوريا. للإشارة مشاهدينا، ثاني مادة سيمتحن